في أسطورة بتقول إن في ملك حلم بحلم، راح يسأل العرافة عن تفسيره، فقالت له إن في ابن ليك هتخلفه هيجي ياخد منك ملكك وهيدمرك وهيخلف طفل فيؤمر بموته، ولكن أمه هتهربه ويكبر الطفل ويجي فعلا ويقضي على حكم أبوه. بس إيه اللي كان هيحصل لو كان كويس مع ابنه واحتضنه؟ هكذا هيحصل مع الخديوي إسماعيل وابنه توفيق، بس بشكل مختلف شوية، للدرجة اللي هتخلي الخديوي توفيق يرفض طلب رجوع أبوه من المنفى. في حلقة النهاردة في قصة إنسان هنعرف قصة الخديوي توفيق، بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. علشان نعرف كويس شخصية الخديوي توفيق كإنسان لازم نرجع شوية لأحداث حدثت قبل كده. سنة 1789 حصلت الثورة الفرنسية وتم إعلان فرنسا كجمهورية. ده ليه مدلول كبير جدا، وهو إن الحكم الفردي للملوك خلاص فات أوانه، وده كان وقت المشاركة في الحكم. ده كان حصل في غرب أوروبا، ده غير إن هما كان عندهم برلمانات، لكن في مصر ما كانش فيه اختراع البرلمان ده أبدا، والحاكم هو ليه الأمر والنهي. المهم يجي محمد علي ويمشي على نفس النظام الحاكم اللي ليه الأمر والنهي، بس كان بيتقال عليه الحكم المنفرد المستنير. فبعد بعثات علمية وعمل جيش قوي جدا بينافس جيش فرنسا وانجلترا، بس تيجي معاهدة لندن 1840 وفرمانات 1841 تكسر الحلم ده، بس النهضة ترجع تاني مع حفيده الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم. بقت مصر وخصوصا القاهرة والإسكندرية حتة من أوروبا، ده غير الجيش اللي سلحه تاني زي جده محمد علي. علشان إسماعيل ومحمد علي كانوا عارفين جدا إن الجيش المصري هو درع مصر. بس في تفصيلة قبل ما نتكلم عن الخديوي توفيق لازم نرجع لها، وهي تفصيلة الأمير حليم ابن محمد علي. أيام الخديوي إسماعيل سنة 1866 خد فرمان من السلطان العثماني بيقول إن الحكم هيكون لأبنائه الكبار مش لأبناء محمد علي. ده هيخلي الأمير حليم هيغضب، فإسماعيل هيراضيه بفلوس كثيرة، وده هيخلي الأمير حليم يهدى شوية. نرجع بقى للخديوي توفيق. في يوم 15 نوفمبر 1852 هيتولد توفيق كأول ولد لإسماعيل من زوجاته كلهم، وهو من أم اسمها شفق نور هانم. دي كانت مستولدة للخديوي إسماعيل، يعني كانت جالية بس خلفت ولد. بس السلطان العثماني لما أدى فرمان 1866 أجبر الخديوي إسماعيل إن لازم يتجوزها علشان ما يتقالش إن الخديوي توفيق يبقى ابن مستولدة، وفعلا هيتجوزها بس هيفضل يعاملها كمستولدة. حتى ابنه توفيق هو الوحيد اللي مش هيسافر بره مصر عشان يتعلم، وهيتعلم في مدرسة الأمجال بتاعت أبناء الأسرة الملكية. ده هيخلي توفيق يكره إسماعيل، وده هيسمع بشكل ملحوظ جدا عند توفيق لما يكبر، فهو هيتجوز واحدة بس على عكس إسماعيل اللي اتجوز 19 واحدة. فتوفيق هيتجوز أمينة هانم بنت إلهامي باشا، ودي هتكون بنت إبراهيم ابن عباس حلمي الأول وبنت منيرة هانم بنت السلطان عبد المجيد الأول. والجواز ده هيكون سنة 1873، وهيخلف منها عباس حلمي الثاني الأمير محمد علي، الأميرة نعمة الله، الأميرة خديجة، والأميرة ناصر. وهيتولى فعد الخديوي إسماعيل رئاسة المجلس الخصوصي اللي هو دلوقتي مجلس الوزراء، ده غير إن هو هيتولى وزارة الداخلية ووزارة الأشغال بعد كده. بس هتجري الأمور في مصر، هيعمل محمد شريف باشا برلمان وهيعمل دستور، وطبعا من اختصاصات البرلمان ان هو بيراقب على الميزانية، بس هترفض فرنسا وانجلترا البند ده، وبالتالي هيضغطوا على السلطان العثماني ان هو يعزل اسماعيل. هيصدر فرمان بعزل اسماعيل وتولية توفيق الحكم. نقف هنا عند المشهد ده، هنا توفيق ادرك للمرة التانية ان الدول الاوروبية هي اللي ليها السيادة في الموقف. اول مرة مع محمد علي لما دمروا له حلمه مع معاهدة لندن سنة 1840، والمرة التانية مع الخديوي اسماعيل لما عزلوه بضغط منهم على السلطان العثماني. فلما جه توفيق على الحكم هيقرر ان هو هيخضع لهم في مقابل ان هو يحافظ على العرش بتاعه. المهم بقى لما يجي توفيق على الحكم هيعين محمد شريف تاني في رئاسة الوزراء، بس محمد شريف هيعرض عليه ان هيعمل برلمان يبقى ليه سلطة رقابية على وضع الميزانية ودستور كمان، بس على طول توفيق هيرفض ده،
فيستقيل شريف باشا وهيتولى الخديوي توفيق رئاسة الوزارة لفترة من أغسطس 1879 لغاية سبتمبر 1879، وهيبيع حصة مصر من أرباح قناة السويس اللي هي كانت 15%، وبكده مصر مش هيكون ليها أي حصة في قناة السويس وهتكون قناة السويس أجنبية فقط. وهينفي جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اللي كانوا رافضين التدخل الأجنبي علشان يكسب ود الأجانب، وهيعين رياض باشا رئاسة الوزراء لأن هو برضو كان ليه نفس عقلية الخديوي توفيق وكان برضو كان موالي للأجانب. وفي عهد رياض باشا هيتعمل أبشع قانون في مصر، وهو قانون التصفية اللي هو سنة 1880، اللي بيقول إن مصر تدفع أكتر من نص ميزانيتها سنويا للديانة، وده علشان مصر تسدد الديون اللي حصلت أيام الخديوي إسماعيل، وده عمره ما كان بيحصل في الوقت ده لأن كان أكبر سداد للديون كان بفايدة حوالي 7%، لكن ده هيكون بأكتر من 50%. ده غير الأمير حليم اللي إسماعيل هداب الفلوس بسبب قانون التصفية ده، فلوسه هتقل، وبالتالي علشان كده هيرجع مرة تانية يطالب بأن هو عايز يمسك حكم مصر ويعمل علاقات مع فرنسا والدولة العثمانية علشان يحكم مصر بدل الخديوي توفيق، وتحصل الشرارة مع عثمان رفقي الشركسي اللي يرفض ترقية الضباط المصريين، فالضباط المصريين يقدموا عريضة لرياض باشا بعزل عثمان رفقي، فرياض باشا يروح سجنهم، منهم أحمد عرابي، بس هيقدروا ان هم يخرجوا من السجن ويطلعوا على قصر عابدين علشان يطالبوا بعزل عثمان رفقي، وفعلا ده هيحصل وهيجي مكانه محمود سامي البارودي. فهنا العرابيين هيحسوا بالثقة فهيطالبوا بطلبات تانية، وهي تزويد عدد الجيش ل 18,000 جندي وعمل برلمان ويعملوا وزارة ودستور. وفعلا هيجي شريف باشا ويعمل البرلمان وهيعمل الدستور بس من غير حق الرقابة المالية، ولكن مع مرور الوقت البرلمان كان بيناقش حق الرقابة على الميزانية. وهنا بقى فرنسا وانجلترا كانوا مدركين ان الخديوي توفيق مش عايز برلمان ومش عايز نظام برلماني دستوري، هو بتاع ان الحاكم هو اللي بيأمر وبينهي، وغير كده كمان هما مش عايزين ان حد يتدخل في الميزانية علشان يقدروا ان هما يسيطروا على مصر، فيبعتوا مذكرة يدعموا فيها الخديوي توفيق علشان يخرب فكرة البرلمان، فيكون الرد هو استقالة شريف باشا من الوزارة ويجي مكانه البارودي. وهنا بقى هيكون كل جانب العربيين هو اللي مسيطر، بس في مشكلة ان هما هيرسلوا الامير حليم ابن محمد علي علشان يكون هو الحاكم بدل الخديوي توفيق، فهتروح فرنسا وانجلترا تبعت للخديوي توفيق واللي بيحصل في التأمر على العرش، وهنا فعلا هيطلب الخديوي توفيق التدخل السريع من فرنسا وانجلترا علشان يأمنوا عرشه، لان هو اتخذ قرار ان هيعمل اي حاجة في مقابل ان هو يحافظ على العرش بتاعه. فراحت استقالة وزارة البارودي واتعملت وزارة راغب باشا، وهنا بقى مع شوية احداث تانية انجلترا هتروح داخل اسكندرية وحرقها، وبكده هتكون هي سيطرت على الاسكندرية، وهيكون في الوقت ده الخديوي توفيق في اسكندرية هيروح يستقبل الانجليز هناك، وهيطلب من احمد عرابي ان هو يوقف اعمال المقاومة ضد الانجليز، ولكن احمد عرابي مش هيتوقف طبعا، وتحصل بعد كده معركة التل الكبير لان الانجليز دخلوا القناة، وده كان خيانة عهد ما بين دليسيبس واحمد عرابي، لان احمد عرابي طلب من دليسيبس ان هم يردموا القناة او يقفلوها، فدليسيبس اداله عهد ان هو مش هيخلي اي حد يخش وان القناة دي ما هي الا مجرد قناة تجارية فقط مش هتساند اي حد، ولكن هيخش الانجليز منها. وفي الوقت ده الخديوي توفيق هيقدر ان هو يجيب من السلطان العثماني اعلان عصيان عرابي، وهنا هيحس الناس ان هي بتحارب ضد الخديوي وكمان مع واحد متهم بالعصيان، كل ده هيخلي معنوياتهم في الارض فهيفشلوا في المقاومة وهيتم الاحتلال، وبدأت انجلترا ان هي تحط الشرطة في حكم مصر، واول حاجة هتاخدها ان هي تقلل عدد الجيش لاقل قدر ممكن وهو 6000 جندي، ده غير ان هي اللي بتكون مراقبة عليه، وهيبقى منصب الخديوي منصب صوري لكن الحكم الفعلي للمعتمد البريطاني في القاهرة، ويموت الخديوي توفيق بعد خطأ طبي في قصره اللي في حلوان سنة 1892 تحديدا يوم 7 يناير. زي ما شفنا علاقة اسماعيل وتوفيق كانت متوترة جدا، ده خلى عنده نوع من الحزن، ده غير ان هو ما خدش مستوى كويس في التعليم زي باقي اخواته، فهينعكس ده على قراراته وهيقرر ان هو يفضل العرش على اي حاجة تانية زي ما شفنا. وبس دي حلقة النهاردة من قصة انسان، مع السلامة.